أمسية طيبة للجميع مشاهدينا الكرام، أهلا بكم إلى هذا اللقاء. خلال يوم الغد مصلحة الأرصاد الجوية ترتقب بحول الله عودة الأمطار تقريبا على كافة المرتفعات والهضاب، وتكون على شكل زخات لتزداد غزارة خلال الأمسية مرفوقة بحبات من البرد، وتكون تحت وقع رعود لتلتحق ليلا على الواجهة الساحلية خاصة الوسطى والشرقية. جنوبا دائما سحب رعدية أحيانا مطرة على أقصى الجنوب مرتفعات الهوغار والتاسيلي. درجات الحرارة خلال ليلة اليوم إن شاء الله ننتظر مقاييس ما بين 16 لغاية 20 درجة على الواجهة الشمالية، 17 درجة على تندوف، 32 درجة على أقصى الجنوب. أما خلال ظهيرة الغد ارتفاع محسوس لدرجات الحرارة تقريبا على كافة المناطق الشمالية، ننتظر 35 درجة على كل من معسكر غليزان شلف وحتى على تيزي وزو والبويرة، 27 درجة على العاصمة، 40 درجة على كل من بشار وغردية، ترتفع أكثر لتقارب 46 درجة على أقصى الجنوب. أما البحر خلال يوم الغد سيبقى هادئ على السواحل الوسطى والسواحل الشرقية، قليل اضطراب على السواحل الغربية، رياح ضعيفة تقريبا على طول الشريط الساحلي. الأمطار خلال يوم الثلاثاء ستزداد غزارة إن شاء الله، وتكون تحت وقع رعود بحول الله، ستخص الواجهة الساحلية وكذلك المرتفعات الداخلية. بعض الأمطار المتفرقة ستخص المناطق الوسطى، أجواء صحوة على المناطق الغربية، بعض الأمطار المتفرقة كذلك على أقصى الجنوب مرتفعات الهوغار والتاسيلي، دائما درجات الحرارة في ارتفاع. خلال يوم الأربعاء إن شاء الله تواصل لتهاطل الأمطار، وتكون غزيرة على المناطق الشرقية على السواحل وكذلك المرتفعات مع هبوب رياح قوية، بعض الأمطار المتفرقة وتكون تحت وقع رعود ستخص الواجهة الساحلية الوسطى كذلك أقصى الجنوب مرتفعات الهوغار والتاسيلي. خلال يوم الخميس إن شاء الله دائما بعض الأمطار المتفرقة خلال الصباح خاصة على الواجهة الشرقية على السواحل وكذلك المرتفعات مع هبوب رياح قوية على السواحل وكذلك المناطق الداخلية الوسطى، وأجواء مستقرة على المناطق الغربية وكذلك الوسطى، عدا سحب رعدية مطرة ستخص مرتفعات الهوغار والتاسيلي. غروب الشمس ليوم الغد سيكون بحول الله في تمام 8:06. أمسية طيبة للجميع، في أمان الله.